بالنسبه بقى للاستعدادات، احنا بنتكلم على ان قريب ان شاء الله هيكون في مشاركه في كاس العالم، فاكيد حدث جلل زي ده في رياضه زي البادل بتستدعي برضو استعدادات وحاجات كتير لازم تتعمل عشان نبقى مسافرين او مشاركين في البطوله واحنا الى حد ما مطمنين. فايه نوع الاستعدادات اللي بتحصل دلوقتي؟ احنا اول ما بدانا البرنامج بتاع الجونيورز يعني كان بالنسبه لنا تحدي كبير، لان احنا كنا بنقدم اللعبه يا جماعه احنا عندنا فريق الناشئين وعايزينكم وهنختار لعيبه هتبقى في المنتخب. فكان بالنسبه لنا تحدي كبير جدا ان احنا ما نعرفش مين اللي بيلعب، لان احنا كان بالنسبه لنا الموضوع الناشئين لسه جديد. الرجال والسيدات احنا بقالنا فتره شغالين فيه، والرجال لعبوا كاس العالم هم والسيدات السنه اللي فاتت، بس الناشئين بالنسبه لنا كنا عايزين نعرف مين اللي بيلعب وفين بيلعبوا ومستواهم ايه. بدانا ان احنا عملنا زي تراي اوتس، زي اختبارات. الاختبارات دي عملناها في شهر ديسمبر اللي فات على اساس يبقى عندنا وقت لغايه نوفمبر نبدا نجهز في الولاد ونبدا نمرنهم علشان يبقوا جاهزين لكاس العالم اللي جاي. فبدانا ان احنا قلنا لهم عملنا اعلنا عن تراي اوتس او اختبارات، وعملناها في كذا حته، يعني عملنا في القاهره الجديده، وعملنا رحنا اسكندريه ورحنا حتت في القاهره، عملنا لهم زي يوم مفتوح نبدا نشوفهم، واتفقنا مع مدربين تقدر تقيم اللعيبه اللي موجوده من الانديه المختلفه من كل حته. الموضوع كان بالنسبه لنا كان اي حد يقدر يشارك. واي حد كان بيلعب في ايه؟ انت كنت بتلعب في اسكندريه. اسكندريه. كريم من اسكندريه. انت من اسكندريه بقى يا ولد؟ ان عند سموحه. اجدع ناس سموحه، اجدع ناس. شكرا. بس هل دي فتره زمنيه كافيه؟ يعني عاده لما بيكون في اي بعثه من اي دوله مسافره في بطوله عالم او كاس عالم في اي رياضه من الرياضات، غالبا ما بيكون يعني قوام هذه البعثه طبعا في الروح والدم الجديد بتاع الشباب، لكن برضه بشويه عناصر عندهم شيء من الخبره. لكن انا فهمته من كلام حضرتك ان انتوا عملتوا يعني التجميعات اللي عملتوها عشان تنتقوا المميزين من اللعبه وتدربوهم عشان يشاركوا في كاس العالم. يعني دي اول طلعايه ليهم هتبقى كاس العالم، مش خضه حتى عليهم دي؟ هي خضه، بس احنا بنحاول ناهلهم من اول ما اخترناهم. احنا بنحاول ناهل ان يا جماعه الولاد دي هتشيل اسم مصر، الولاد دي هتمثل مصر. فاحنا بالنسبه لنا الموضوع يعني في شويه ضغط، بس احنا بنحاول نقلله شويه علشان هم ما يبقاش عندهم الرهبه دي. احنا بنحاول نجهزهم بدنيا، وبنحاول نجهزهم من ناحيه التكنيكاليتي والتدريب والحاجات دي، ان هم على الاقل يبقوا مطمنين. واحنا يعني ظروفنا ما اقدرش اقول لحضرتك ان احنا ظروفنا صعبه، احنا عندنا ما شاء الله اولاد موهوبه جدا، وعندنا اولاد يعني بالنسبه حتى لوجدي لعب بطولات رجال، وفي اولاد كتيره تحت 18 عملوا نتائج. البطولات الدوليه اللي عملناها لهم في للرجال هم شاركوا فيها، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان هم ياخدوا عدد كبير قوي من المشاركات ويدخلوا بطولات كتيره، واولاد مع ناس اكبر علشان يبداوا حتى هم يحسوا ان هم لا انا متمكن من نفسي، لا انا ان شاء الله هعمل كويس، لا انا ان شاء الله هبقى جاهز. لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بدانا في ديسمبر، فاحنا كنا بنسابق الزمن. طبعا وقت نلاقي ناس ونبدا نمرنهم ونبدا، لان هي للاسف الظروف كانت كده ما عندناش وقت، فاضطرينا ان احنا نشوف اكبر عدد نقدر عليه ونجهزهم على قد ما نقدر. وهم الحقيقه مشكورين، الاهالي طبعا مشكوره ان هي بتعمل مجهود جبار، اوقات بنمرنهم في اسكندريه واوقات بنمرنهم في القاهره، ف بيبقى النظام شاق عليهم وحتى علينا، لان احنا بنحاول نوفر مدربين ونحاول نوفر الاماكن وبنحاول نساعدهم على قد ما نقدر ان هم يبقوا جاهزين. وانا اتوقع ان شاء الله ان احنا عندنا فرصه كبيره. يعني دي نقطه حلوه. بالنسبه لبقى وجدي، انت يعني كابتن شريف اتكلم عن الاستعدادات من وجهه نظر برضو مدرب، لكن انت بقى كمشارك كبطل رايح، انت جاهز ازاي؟ جاهزيتك نفسيا كمان ازاي؟ سيبك من الحته الفنيه. احنا الاتحاد بقاله 6 شهور موفر لنا تمارين فيتنس وبادل، حتى كان كابتن شريف ساعات بيجي لنا في التمرين يقول لنا اتمرنوا فيتنس حتى لو لوحدكم بره في الايام اللي ما فيش تمارين فيها بتتمرنوا. يعني كان الاتحاد دايما مهتم بينا. يعني المره دي ان شاء الله احنا بقالنا كتير بنتمرن، وان شاء الله نحقق نتائج كويسه ان شاء الله. جاهز يعني؟ ان شاء الله.